الدين الإسلامي يحث على الطهارة على النظافة. سسنا إسلام تجمرن أنك أنا ماي أنك أسأم أنك أسأم. لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة للنظافة ما لا يوجد. لسنا ماي النبي صلى الله عليه وسلم أطلق رمحون أنا ماي نبي. والإسلام حث على النظافة حث على الطهارة. إسلام من تمرن أولين كأي أنا ماي من كأي سنحان. أرى بعض الناس هدان الله إياهم يعني يأكل أو يشرب ثم يرمي المهملات. يوم بان كي من كنا يبقى يوم أسلم في الله سبحانه وتعالى هداية كي هاي من كيب كيب كو نوي كي نك بان هو لقب حق هاي كراوي مو كي كفوات جاو نو هاي داكي هو كي جسم رأي أو يأخذ المهملات من بيتي ثم يرميها في الشارع. رجع يوسف رام جن بيته يوتا جاو لكم نطان تيسان تيرنا. يشرب أو يأكل ثم يرمي. هاد رجع هو كرام موت كي تبقى جاو. لا. هذا لا يليق بأهل الإسلام. ني كي من سان صام كي ني إسلام بي. خاصة في المساجد. كي بسان كي نقنا مسجد. خاصة في أحياء أهل الإسلام. لأنه قد يدخل إلى هذه الأماكن أماكن المسلمين كفار يريد ينظر ما أنتم عليه الآن في المساجد في البيوت في الشوارع هل يوجد نظافة أو لا؟ الدين الإسلامي أمر المسلم إذا انتهى من البول أو الغائط لابد بتطهير المكان بخلاف الكافر الآن أكرمكم الله يبول ثم يرفع السروال حتى لا يتطهر الإسلام تمرن لو تمرن أو من كان أنا ماي تمرن أو من كان سمعا لو بيل كراو دال يو بطو بانروي لو يتحق أم بين من الإسلام تمرن كان تيدي كو بطو بانروي كي كو لو كو رو كو تمرن كان أو بطي كو جاك نترم تاي بنوك.